للشرطة في حي ملاكي، والتي أسهم فيها كذلك المجلس الجماعي المحلي في إطار تعاون مشترك بين المؤسستين الأمنية والجماعية، وهي اللبنة التي ستمكن لا محالة من تقديم خدمات قرب متكاملة ومندمجة لفائدة الساكنة، وخدمات وثائق تعريفية واستقبال شكايات المواطنين، وتوفير إحساس الأمن والأمان، والتي هي الغاية من إحداث هذا المرفق العمومي. السيد المدير العام للأمن الوطني، والتي تمثل أساسا في تفعيل الدور الاستباقي، وكذلك الانتشار الجيد في الشارع العام والتنسيق المستصل والمتواصل مع كل المتدخلين في الحقل الأمني. كما تمكنت من إنجاز ومعالجة العديد من القضايا المعروضة أمامها، واستجابت وتفاعلت لعدة نداءات تهم مختلف الوشايات والشكايات في إطار الدور طبيعة الحال المنوط بها لصون حقوق وكرامة المواطنين، وهذا في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة. هذا بالإضافة إلى الخدمات الإدارية المطلوبة لجهل المرتفق والمرتفقين في صلب اهتماماتنا. وهكذا فإنه إذا كانت مديرية العامة للأمن الوطني تروم من خلال كل ما سيقى الالتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة التطورات المتسارعة التي تفقدها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية. فإن ذكرى تأسيس أسرة الأمن الوطني 16 مايو 1956 تظل لحظة تاريخية يحتفى بذكراها كل سنة للوقوف على منجزات هذه الأسرة والاستشراف في المستقبل في ظل التحديات الأمنية الكبرى التي يشهدها العالم. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملك الأمير مولاي الحسن، وشد أثره بصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتقاعدين، نادي على السيد ضابط شرطة متقاعد عيسى بن حماني المحتفى به، وأدعو السيد باشا المدينة لتسليمه الشهادة التقديرية والتذكارية.